تعملي كده العيش ودن القطة وتاكلي احلى فول. يلا 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعة طعمه طلع جميل خالص، مش قادرة ابطل، مش قادرة ابطل اكل. اطلعي يا بنتي يا فوليه، ماسكه الكاميرا بايد والاكل بايد. يامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناه اخترنا لك. النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس. طبعا كلنا بنحب الفول المدمس وخاصه على سحور رمضان، وفي ناس كمان بتاخد كده لقمتين ساعة الفطار. طب ايه هي المقادير؟ جبت 1 كوباية فول، الفول اللي هو بيبقى فاتح الابيض دوت، وقمت نقعهم في المية يوم بحاله، وطبعا غسلتهم وصفيتهم. وهتجيبي 1/4 كوباية عدس اصفر وتغسليه ومن غير نقع ولا حاجة، وهتجيبي 1/2 كوباية قمح او غلة وهتغسليها كويس، وبصلة كبيرة هتقطعيها 4، والمفروض طماطمية، انا ما كانش عندي طماطم فهستعمل صلصة. طبعا اللي عندهم دماسة بيحطوه في الدماسة عادي، انا ما عنديش دماسة فما يجراش حاجة، عملتها السنة اللي فاتت طلع جميل جدا فبعمل في الحلة. اول حاجة هحط البصلة، هقطعها كده 4، او هقطعها اكتر، انا قطعتها حوالي 9 قطع. وبعدين هحط الغلة اللي انا غسلتها، 1/2 كوباية الغلة، هحط 1/4 كوباية العدس الاصفر، وهحط شعرة كركم، يعني حبة صغيرين من الكركم، هيدي لون جميل وهيدي برضو نتيجة صحية. وهحط 2 معالق صلصة، او لو انت عايزة تحطي طماطماية حطي طماطماية عادي، نفس النتيجة. كده 2 معالق كبيرة. طيب بعد كده يا جماعه بكون محضره ميه مغليه، يعني انا هحط ميه مغليه هغطي بيها وش الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحطه على البوتاجاز على نار هاديه، زي ما تكون شعره كده بسيطه، ولو احتاج ميه هزوده برضو ميه مغليه من الكاتل او انتي اغليها. ليه يا جماعه بنحط بقى الميه مغليه، ما بنحطش ميه من الحنفيه؟ عشان القشره بتاعه الفول ما تنشفش وتنفصل عن الفوله. هغطيه واحطه على نار هاديه وارجع لكم تاني. حطيته يا جماعه اهو على نار هاديه، هغطيه. لو عندك دمسه طبعا النتيجه هتكون رائعه. اهم حاجة هنعمله هيبقى صحي طبعا، هيبقى دوت فول مدمس زي الكهرمان. ممكن تعمليه بقى بزيت الزيتون، ممكن تعمليه بالبتومة، ممكن تعمليه بالكمون، بالزيت الحار، زي ما تحبي. اهم حاجة ان هو هيكون فول صحي ونضيف، وانت اللي مضمون وانت اللي عاملاه بايديك. مع ان انا هحط عليه كمان 2 معالق من مكون سحري بيحفظ الفول ويخليه ما يسودش، ومهما قعد عندك حتى لو حطيتيه في التلاجة من تحت مش هيجرى له حاجة. المكون ده هو 2 معالق خل، 2 معالق خل كده اهو، واقلبها انا هو لسه، ما لسه حتى المية مغلتش. يعني انا طبعا ضايفه ميه من الكاتل سخنه مغليه، لكن هي اصلا الفول كان بارد.
حطيت الكركم وحطيت البصل وحطيت العدس وحطيت القمح اللي هو الغلة، وحطيت بقى المعلقة اللي هي المكون السري ده او السحري اللي هو الخل. ههدي النار خالص واغطيه، ولو احتاج مية قلتلكوا هزود مية مغلية، وبعدين برضو في تكة كده هعملها في الاخر هقولكوا عليها. دلوقتي انا سبته على النار حوالي 6 ساعات، ما شاء الله هو استوى، لونه جميل جدا زي الكهرمان. دلوقتي هو مش محتاج اي حاجة، في ناس بيحطوا عليه شوية دقيق ومية وبابريكا او شطة، انا كنت هعمل كده بالفعل، لكن هو مش محتاج اي حاجة وتقيل ولونه حلو، لونه فاتح مش غامق، وما هوش مية يعني ما فيهوش، لا يعني العدس والقمح عملوا له صوص جميل، ما هوش محتاج ان انا اتقله يعني ولا اي حاجة. فانا دلوقتي خلاص هطفي عليه، وممكن بقى لما يبرد اقوم حاطاه في اكياس ومفرزاه، وهغرف دلوقتي واحط عليه زيت الزيتون والملح والكمون وهوريه لكم كده. تمام، الفول جاهز، حطيت عليه ملح وفلفل وشطة. وادي عندي زيت الزيتون، هحط عليه زيت الزيتون. بسم الله، يلا تعالوا اتفضلوا معانا، اعملوا كده يا جماعة في البيت، ومش هتحتاجوا ان انتوا تجيبوا اي حاجة من بره. كده احنا دمسنا الفول طبعا نضيف وزي الفل، ومعاه عيش البلدي والزيتون بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده، بتفرجوا عليه في الفيديو. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يعود علينا رمضان بالخير، ونبقى نعمل الفول في السحور نضيف وما فيهوش اي خوف منه ولا حذر، ولا محطوط عليه اي مواد كيميائية ولا اضافات ولا، وطبعا نضيف بعيد عن اي خطر كورونا، ربنا يعيذنا واياكم. واللي ما اشتركش يشترك في قناة اخترنا لك، واللي لسه ما عملش لايك للفيديو يلا يا حلوين اعمله، ويلا هنقلبه كده مع بعض بالعيش البلدي، وناكل كده مع بعض الفول المدمس. وكل سنة وانتو طيبين.